حقيقة القوات التي تدير العمليات، القوات المشتركة من المقاومة الوطنية والمقاومة التهامية والجنوبية وكذلك ألوية العمالقة وقوات سودانية، وبدعم كبير من قبل قوات التحالف العربي وعلى وجه الخصوص القوات الإماراتية برا وبحرا وجوا، والتي كان لها دور كبير جدا ومحوري في تعزيز وقدرات القوات المتقدمة على الأرض وتأمينها، حتى استطاعت أن تحقق ما تم تحقيقه خلال الأيام الماضية. واليوم من تحرير ميناء الحيمة العسكري، ويعتبر ميناء مهم جدا، قد يكون الميناء الثالث بعد ميناء الحديدة وميناء الصليف من حيث الناحية الاستراتيجية، والتي كان يغطي كثير من التهريب للميليشيات الحوثية عن طريق هذا المنفذ البحري.